راديو دي سون فوا، إذاعة من لا صوت لهم في حصة نوبليون با، ما نساوش. اليوم معنا السيدة سعد الدين. صباح الخير مدام. صباح الخير. سي موا لا فوا. سي موا لا فوا. Voix. Nous sommes tous la voix de son voix. رانا في مقر SOS disparu. شحال من سنه انت تجي لهذا المقر؟ 20 سنه هذا المقر نجي ليه، ما يقولها غير الفم برك. تقدري تقولي لنا علاش تجي لهذا المقر سيدتي؟ نجي على جال بنتي مفقوده. تقدري تحكي لنا مدام نهار فقدان بنتك؟ نهار فقدان بنتي الخطيب نتاعها جاي حبس علينا باش يدينا عندهم وليمه. قلت له انا ما نقدرش نجي لخاطر انا نخدم في الحلوه تاع جيراننا تاع العرس، ما نقدرش نجي وبنتي راهي عند عمتها. جويه الزوج هو جدها من تماك وراحوا. وانا عم بالي اسمحي لي مدام، جدها من دار عمتها، عمتها باش يديها المقر ويسكن دارهم الشراقه. ومن بعد احنا ما على بالنا بلي داها وخلاص العشيه عاد تعاود تجي. العشيه سنينها ما كاش، حبطنا عند يمه لقينا بابا كان دار اكسيدون عند الباب، حبط من الكاميو تاعو ضربو كاميو. شغل دارهم تحيروا كيفاش بابا نضرب وفتحي ما دخلش عبد القادر من واسمه عبد القادر وعيطوا له فتحي كيفاش ما دخلش. في هذيك العشيه حبطت بنتي ورجل عمتها راحوا عندهم الباب الواد قالوا ما كاشهم. راحوا مقر وين يسكن الخطيب تاعها. كان عندهم في باب الواد، عندهم سكنه في باب الواد وعندهم الفيلا تاعهم في الشراقه. يروحوا سما كانوا كامله تما. حطت العجوزه تاع بنتي حطت باش سما باش توجد ويجي راجلها يفطر ومن بعد تعاود تطلع الشراقه. عند الباب كي حبط من الطونوبيل باب الكاميو ضربوا كاميو. بعد العشيه كان بري وحنا سما على بالنا بلي راحت العشيه تجي. وهما عم بالهم بلي مش بيه وليدهم بلي باباه نضرب وما فاق ما اسمه ما جاش. اشينا نحوسوا قدوا من داك طلع راحوا لي جوندارم يحوسوا في عند لي جوندارم. سمحي لي مدام مش من لي جوندارم، لي جوندارم تاع بوزريعه. كي قالوا لهم دخل باباها ولا بيتي دخل يسخسي قال لهم الطونوبيل هاي اللي هنايا ووليد وبنتي والفيونسي تاعها ما كاشهم. بعد نطق واحد من تما في الجندام قالوا جيت تحوس على الشيره ولا خرج ملهيها. قالوا اسمع شغل عيط عليه شغل علاش راك تقول له. بعد هذيك عاودوا جاوا. كي جاوا لي جندام تاع باب جديد تاع قالوا لهم بلي جينا نبلغكم بلي لقينا الطوموبيل. يعني راحوا لدار الخطيب تاع بنتي. الخطيب تاع بنتي قالوا بلي رواحوا باش تدو طوموبيل انا صبناها في تحت لي جوندار تاع بوزريعه. ومن بعد من هذاك النهار وحنا نحوسوا ما فهمناش. من هذاك النهار وحنا يا ما خلينا حتى مقر، ما خلينا جرينا لكل السبيطارات واسما نشوفوا في في التعليم ما خلينا حتى بلاصه. 20 سنه ما يقولها غير فما انا حياتي كاع وانا نحوس عييت وما كاش الحقيقه. دوك هذيك حنا واش رانا نطلبوا منهم؟ يعني مدام من بعد ما فقدتوا البنت تاعك درتوا اجراءات قانونيه حوستوا وين تقدري تحكي لنا شويه؟ حوست درت في كل بلاصه. من بعد درت افوكا دوكا ديك هومات. تقدري تعطينا اسم المحامي؟ بولاميا. قولوا بولاميا هومات دوكا. ها الاول قالنا راهي في الحراش، داوها للحراش في سجن الحراش. في سجن الحراش وهو داوه التكنه تاع بوزريعه. ما على بالكمش واش متهمه عطاوها لهم باش داوهم للسجن؟ ما قالناش. المهم ترفدوا كيما ترفدوا العباد، كيما ترفدوا كاع الناس هما خاطيه. وانا بنتي دوك هي كيرفدوا ما يطلقوهاش لاخاطش لو كان يطلقوها يدخل بلي داوه اسمها راحت هكذاك. المهم هو خاطيه مام حاجه تاع حاجه اللي ماشي مليحه كاع خاطيه. يخدم باش يتزوج هذا ما كان. ومن هذاك النهار رحنا نحوسوا ما خليت حقوق الانسان، ما خليت السبيطارات، ما خليت الجندار، ما خليت. كي قالوا لكم باللي راهي في سجن الحراش ما طلبتوا الزياره باش تشوفوها؟ طلبت رحت لعبد الرمضان البروكيرور
دخلت للبروكور قلت له أعطيني لسي باسي باش راح نشوف بنتي. ورا ما جاني معلومات باللي راهي في الحراش. دخلت قعدت هكذايا، هو بدا يكونتاكت هكذا بدا يواسي، ومن بعد قال لي خرجي قعدي عند الباب واستنيني. كي خرج عند الباب واش قال لي؟ قال لي ما تزيدش تحوسي في الحراش. قلت له علاه ما نحوش في الحراش؟ قال لي انا نقول لك ما تزيدش تحوسي في الحراش. ومن بعد زدت رحت لي غارديان قلت لهم شوفوا لي اسم سعد الدين ساميه. قالوا لي كاين سعدون ساميه. بصح انا ما فقدتش الامل باللي راهي بنتي في الحراش، وما حبوش يخلوني نشوفها. مام كان واحد كان في الحراش وكان كانوا اسمهم اللي مرفوض في الحراش، وكاين رجال اللي عندهم نساهم يتزايروا يتزاوروا هكذا من الخميس للخميس يتزاوروا في بعضهم. قالوا بلي كان ساميان بوفريزي، قالوا كان ساميان بوفريزي ما عندها زيارات ما عندها شرع ما عندها والو. انا اصلا كنت نرفد الماكله ونعطي لها نعطي لها اللبسه نعطي لها. ولحد الساعة احنا دوك هذيك سمحي لي مدام هادو ما مهضروش معاها ما قالوا لها ما عطاتهم حتى رسالة ما جاني ما طولهمش. ما قالكش اذا كانت بصحة جيدة ولا ما حكم يعني لك ولا عادي قال عادي اللي كاينة سامية بوفريزي كاينة سامية بوفريزي. وانا ما فقدتش الامل يعني دائما نقول بلي راهي بنتي حية علاه ما حبوش يعطوها لنا اخي ما دارت والو. سمحي لنا مدام على بالنا انت ما نسيتي بصح رانا نزيد ونحيو في الجرح رانا بصح كيما نقولوا حنا لازم نعطوا الصوت تاعنا لازم. انا نستنوا في ربي انا نستنوا في ربي لا الى حب دولتنا. احنا ماناش طالبين منها المحال احنا انا ماناش طالبين منها المحال. انا نقول لهم باللي لا محيين اعطونا اولادنا وإلا ماتوا أعطونا العظام تاعهم نروحوا نزورهم في الجبانة ماشي كل أربعة. وحنا في حقوق الإنسان حتى اللي حوزونا من حقوق الإنسان رانا قاعدين في الطريق نتاع لاكازورا في الطريق. يعني مدام سمحي لي مام الخطيب تاعها ما بان عليه حتى والو والو. مام كنت أنا ويما دوكا كاين مرضى طيف هاي في الشوكة ثاني ما كنا ما خلينا حتى بلاصة بلاصة اللي يقولونا عليها نروحوا ليها. بصح ما فهمناش دولتنا احنا واش دارت بهم وما نسامح لهمش. انا ما نسامح لهمش لا انا ولا يماه ولا ما نسامح لهمش. خاش تعذبنا بزاف 20 سنة بزاف علينا راهي كلها غير الفم برك 20 سنة ليل ونهار وواحد نهار يقولها وجاز عليا طويل بزاف وين اللي راه مسجون. حبيت نسقسيك سيد سعد الدين هاد ايامات الاخرين تاع بنتك اللي كانت معاكم ما شتيهاش هكا مبدله ولا كش ما خايفه ولا؟ لا 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 عادي كانت نجوزنا العرس تاع عمها كان جوزت العرس تاع عمها عمها تشطح عادي ما كاين والو. يعني مام الخطيب تاعها ما جاكمش يعني هكا باللي كان عنده علاقات ولا؟ لا لا لا, لا ما كاين والو نعرفهم ما كاين والو. خاوتو باباه كاع هكذا كاع يخدموا ترونسبورتور كاع يخدموا ترونسبورتور عندهم كاع كاميونات ويخدموا يرفدوا السلعه تاع البنيان وتاع كاع كي باباه كي خاوتو في ثلاثه ما عندهم حتى وما كانت عنده ما عندها حتى مشكل لا معانا ولا معاهم عادي. ومن بعد كتبت بريه للصليب الاحمر الدولي ومن بعد عاودوا رجعوا لي كي عاودوا رجعوا لي هي ترفدت لو 7 سبتمبر 97 صح هما كتبوا لنا قالوا لهم كاينه سعد الدين ساميه بصح رفدناها في اوت بعد 10 ايام طلقناها في اوت وهي في اوت كانت في الدار ما كانتش مفقوده حتى لو 7 سبتمبر. وهذيك البريه درت عليها فوتوكوبي وديتها حتى الفاروق قسمطيني قال لي نجاوبك من هذاك النهار عندها 5 سنين دوك الورقه اللي هي عنده والله ما جاوبني ما على بالي واش كاع واش راه كاين. البنت تاعك خرجت في سبتمبر في سبتمبر في سبتمبر هما قالوا لك بلي في اوت في اوت مانيش عارفه المهم في اوت 10 ايام بعد طلقوها
كيفاه هي كانت طفله في الدار وما يقولوا لي 10 في فدناها في عود هي لسه سبتمبر ترفدت. هي جامي من قبل هكا كان راحت للمقر الشرطه ولا جامي كانت تقرا في الليسي كانت تقرا بقميغاني كان العمر تاعها ما يتجاوز 16 سنه كي رفدوها من بعد ما رفدوها 12 يوم من بعد دارت 16 سنه بعد ما رفدوها خاطر هي زايده 19 سبتمبر وما رفدوها 7 سبتمبر تكما مقسمطيني تاني كلها غعطت له الدوبل نتاع الورقه هذه كلها كانه ما كاين والو. سيده سعد الدين جمعيه اسواس ديسباري ساعدتكم وساندتكم تقدري تحكي لنا كيفاش تجري معنا ونديروا وقفات نديروا بصح كي نخرجوا يعني نخرجوا يعني ندير وقفه سلميه بصح لابوليس يجوا لينا يضربونا يحبزونا باش ملاك اسم الفوق باش نحبطوا برك منعوا علينا حقوق الانسان باش نحبطوا برك حقوق الانسان يجي لنا تماك في الطريق يضربونا ويحبزونا ما يخليوناش ما نحبطوا. وانتم يعني ما كنت طالبوا بوالو طالبوا بالحق تاع اولادكم يبينوا لكم الحقيقه تاع اولادنا حنايا ما عندنا حتى حاجه معاهم احنا ما راحين نشرعوهم شرحهم ربي ما راحين نحاسبهم يحاسبهم ربي احنا عندنا يعطونا الحقيقه تاع اولادنا الى قتلوهم يعطونا عظامهم ندفنوهم على قبر روحوا للقبر تاعهم الى راهم حيين يطلقوا ولادنا علاش راهم خازنينهم علاش حرقوا قلوبنا 20 سنه 20 سنه وحنا نبكوا. انا الامراض نتاع سيدي ربي كاره هي جات ليا مع عيني مرضت من البكا. بصف عليك مدام حياتنا كاع وحنا نستنى احنا ماش راحين نحاسبوهم يحاسبهم ربي يعاقبهم ربي الشيء اللي داروا بينهم وبين مولاهم احنا يورونا الحقيقه تاع ولادنا هذا اللي طالبينه ما نطالبين حتى حاجه يعطونا حقيقه تاع ولادنا الا راهم مستاجنينهم يطلقوا لنا ولادنا ويحاسبهم ربي ما نشرح نروح نشرعوا معاهم ولا نحاسبوهم ولا خلوها لهم ربي يعطوا الا قتلهم يعطونا عظامهم راح نديرهم في القبر على الاقل من الجمعه نروحوا نزوروهم باللي بلاصنا تما خير من في الطريق نهار كامل حنايا الريح علينا والشتاء علينا في الطريق نتاع وين لاكاس فوق حقوق الانسان حتى حقوق الانسان منعونا منهم ما نشرحوا لتماك. سيدة سعد الدين تقدري تحكي لنا الحياة قبل ما تروح الأنسة سعد الدين سامية؟ والله كنا عايشين لاباس علينا كانت تقرا كانت شاطرة كانت خدمة في الدار كانت تخدم الحلوة تخدم كانت في عمرها 16 سنة كانت الكسرة تحل العبد الكبير ما يديرهاش كانت هي وخوتها كيف خاطش هي زايدة في 81 والأخرى الكبيرة عليها زايدة في 80 تسمى شغل كانوا توام يطلعوا كيف يحبطوا كيف يروحوا يقراوا كيف كانوا لاباس عليهم كانت تقرا كانت ناجحة في قرايتها كانوا كي توام المام البيان تاعها جابتو باساج وبيان في زوج كانت تقرا كانوا قراو فيه زوج يقراو الناجحين في قرايتهم كانوا شاطرين قرايتهم كانوا يعني مام كي ترفدت خوتها الاخرى حبست القرايه. علاش حبستها مدام؟ شوكات الدار تقول جا شوك تقول كيفاش اختي داوها وزيد نزيد نخرج انا زيد يدوني انا ثاني تقريبا شغل توام هذيك زاد في 80 و 81 كانوا نقولوا حنا كانت ماشي غير اخت كانت حبيبه كانوا يمشوا مع بعضهم ياكلوا مع بعضهم يقعدوا مع بعض يروحوا يقراوا في مسجد واحد كان في الصيام تاع سعيد تواتي يروحوا كيف يجوا كيف ما تيماجينيش تقولي ماشي خلاص ملي راحت خوتها ديزيسبيرات خلاص خلات قرايتها خلات كل حاجه ضيعت حياتها كانت تقرا لبس عليه كانوا ناجحين من الاوائل كانوا ناجحين من غير من الاوائل يعني حبست قرايتها خافت هي تاني زيدو خافت وش بيك والله حكمها لونغواز ولات كين مهبوله انا قلت زيد راحت وحده وزيد تكمل لي الاخرى اللي كانت في الجامعه كبيره شويه ما قدرت تبكي بصح شويه صبوره ماشي كيما ديك اللي كانت معاها بزاف. ويعني سيدتي الحياه بعد ما راحت واش من حياه يا بنتي الدمعه على الخد انا يا 4 سنين كي راحت 4 سنين تشوفيني المهبوله انا هي ولي والله وليت مهبوله ما نقولكش الدمعه غير في عينيا خلاص الصيفه نتاعي تبدلت ولا العيد ما هو عيد رمضان قليصتها غرفيتها بليز تما تقدرش ما كاين حق رمضان ما نقدرش كاين حق العيد ما نقدرش ملي راحت بنتي حنا ما درناهاش في دارنا لا للصغار ولا للكبار
عينا بزاف. يعني مادام مازالكم للان تتفكروا تحطوا لها طبسيها؟ لا غير مازال ولا مازال حاجه تاع حوايج مازال مخبيتهم. دائما عندك الامل. مادام مازال مخبيتها كان صغير ساكا حتى دات اختها كي تزوجت صندالتها ربتها كان حوايج اللي مازال مخبيتهم بزاف بزاف حوايج. عياونا عياونا عياوتنا هاد الدولة هادي عياتنا. طفلة ما ترحمتش من هاد 16 سنة ما ترحمتش ما قدروش يطلقوها. واش دارت؟ واش من ذنب دارتو؟ إرهابية؟ ماهيش إرهابية. من القراية للدار مسكينة تخطيبة خطيه كل حاجة المهم يخدم باش يدير العرس. أنا منها كان مرض واحد ولا ولي 10 مرض نجري المرض من مرض للمرض ما ريحتش كعيتك. وخطرة كنا في دايرين مارش مشينا من حقوق الإنسان حتى لشومونيف ما جيت نلحق للدار في الجبل كانت حطت لي لاطونسيون حطت لي السكر خاش ما كليت ما شرب طحت من الجبل تحدت كسر لي الغصمار هذايا دخلت 19 يوم أنا في السبيطار داروا عملية فتحوا لي عملية في منا في راسي ونذوق الجنب نتاع عيني ونيفي ونصه وهكذا كاع ميتين من هذاك الوقت وانا نسوفري راني من المرض للمرض كلش ميت كلش ميت ما من عيني نحس عيني دوك هذيك كيتخرج راني نتبع في تاع بس من دخلت لي لاطونسيون زدت دخلت لاطونسيون فيها زدت وليت مانيش نشوف منها عيني يا عماو من حاجه لحاجه والله غير يعني عييت لا غير عييت من هذاك الوقت عييت ما صبت شرحتي بصح ما لقري هاد الامراض كامل اللي فيك ما قطعت الياس وما زلت نجري وما زلت واقفه وهكذاك ونحبي ودي فوا تصيبني في لامارش وين تكون ماناش قاطعين الياس انا اصلا دي فوا كي نقعد نصلي كي نسجد ربي نقول يا ربي طلق سلاح سامي وفتحي هذه هي كلمتي ما زلت لدوك نطلب في ربي ان شاء الله ربي يبينهم ربي يبين حقهم ان شاء الله يطلق سراحهم وسراح المفقودين كاع يتيك اللي راهم الامهات راهم كاع محروقين على ولادهم. انتم كي كنتوا ديروا لا مارش هل كانوا الشرطه تعنفكم؟ تعنفنا بالبزاف بالبزاف يضربونا يطبعونا انا مولا بيتي انا مولا بيتي كان معايا ولا غير بالكتبيات ولا غير بالكتبيات كنا تحت واسمو كنا دايرين لا مارش بعد الغوفرنمون ولا ما نعرف من جهه كيما تحطي من تلو راسي لتحت كنا لتحت في الطريق حبطنا لتحت كيما جيت لا كومبوست والله غير هذوك تاع هذوك الجهه الفوق حبطوا لينا والله غير بالكتبيات مولا بيتي يضربوا فيه وحنا يطبعوا فينا نهار نديروا لا مارش ما يخلوناش نمشوا بلا يعني سلميين واقفين في بلاصه ويجي يضربونا ويضربونا ويضربوا رجالنا ويدهم في الفرقونات ما حنا كانوا يدونا ماشي غير الرجال ما منسى يدوهم يدونا من الصباح حتى العشيه ما يطلقوناش بالجوع اللي عنده لا طونسيون اللي عنده السكر اللي عنده نهار كامل حتى تفرق كل حاجه باش العشيه ودي فوا يخلوهم حتى 8 تاع الليل حتى 8 تاع الليل باش يعاودوا يطلقوهم. كنتوا يعني ملي يحكموكم نتوما في المقر ني ماكله ني وكانوا الامهات اللي كبار في السن كاين ولا غير كاين بزاف وكثرت لي مرض السكر كثرت يا اخي كي تشوف الواحد كيكون في المحن والعذاب واش كبدتك تروح واش الامراض قاعيتك سكنت فينا هكذاك وبصح مازلنا واقفين مازلنا نحوسوا على ولادنا حنا نطالبوا من رئيس بوتفليقه يعني يشوف هاد العباده هاد المفقودين بعين الاعتبار ويطلق سراحهم. هذه هي السؤال اللي كنت حابه نسقسيك سيدتي لو كانت تلاقاي مع رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه واش تقولي له؟ نبكي له ونقول له عطينا رجع لنا ولادنا قول لهم يعطونا ولادنا هذا مش رانا نتمناو في الدنيا يعطونا ولادنا يرجعونا ولادنا الا راهم حيين يعطوهم منا والا راهم ولا ماتوا يعطونا عظامهم احنا ما نحسبوهمش ما عندنا ما نديرولهم احنا ما ندوهم لدار الشرع ما نحسبوهم يحسبهم ربي هذا ما كان يطلقوا لنا ولادنا يعطونا ولادنا هما واحد يشوفهم قبل ما يموت والا راهم ميتين يعطونا عظامهم روحوا ليهم للقبر خير من نقعدوا حنايا نركبوا حنا شتات في حقوق الانسان حتى اللي حوزونا من حقوق الانسان انا في الطريق الفوق شتات تصب علينا البرد علينا نهار كملوا حنا لتماك الشر حتى نولوا للدار دي فوا ملي تخرجي صباح السبعة تاع الصباح ما توليش للدار حتى الاربعة تاع العشية وانت هايمة الوقت بزاف لا غير بزاف عياونا وزيدوا الشرطة حنا نقعدوا لتماك بلا حتى حاجة تسيبيهم كاع يعسوا فينا
قولي راحين نكسروا ولا واش راح نديروا. حنا حياتنا 20 سنه وحنايا غير واقفين وما زلنا واقفين ان شاء الله وما نقطعوش الياس وان شاء الله ربي يطلق سراح بلادنا وليدات المؤمنين. من بعد 20 سنه من الغياب مدام مازال ديما عندك هذاك ليسبوار؟ لا قلت لك كاين نسجد، كاين نسجد في الصلاه، نسجد نقول ربي يطلق سراح سامي فتح. هذا واش نقول يعني، يكون ماشي عندي الامل باللي عاودوا يرجعوا. هاني نطلب في ربي، شوفي ما نجيبش خبرك كي نعود نسجد ونعود ندير في الدعاء، ما نجيبش خبرك كيفاش نعود نطلب في ربي بلي ربي يطلق سلاح سميه فتحي. كيش حاسه مدام بلي سميه ظلموها؟ ما دارت والو، كانت تقرا وتخطبت، رايحه ضيفه حتى عشات مرفوده، رايحه ضيفه لدار عجوزتها، في الطريق الطوموبيل تتحط تحت الجدرميه تاع بوزريعه والعباد ما كاش، ولا غير الكوارتو البيرمي ديالو الصرف كيما كان هكذاك الصرف تماك، ولا غير قاعد هكذاك. هادو كانوا معينين العباد يرفدوهم، ماشي سراقين كيما نقولوا باش داو لهم طوموبيل، ولا طوموبيل قعدت هي تحت الجدرميه تاع بوزريعة. كيحبط خوه وباباها صابوا طوموبيل عادي، جابوها عادي، خاطش كي جاو قالوا لهم تاع باب جديد لي جندرم. ما فهمنا والو، خطرة عيطوا ليماه قالها وليدك في عين النعجة، في السبيطار تاع عين النعجة راه مضروب وما تعرفيش لا تعطي لها مراه، مجهولين مجهول. قال لها راه في عين النعجة وراه ضربوه، راه دي في كورا وكاع عيطيك. انا قالوا انا في سي محمد هكذا نشفال، عيطوا لها لا تعطينا دراهم ونتلاقاو في البلاصه الفلانيه. احنا خفنا نروحو، نقول خفنا نزيدو نروحو، زيدو يدو خاوته ولا يدو باباه ولا يدو باباها، ولا ما فهمنا لهمش حنايا. قالك ضربناه ودقدقناه وما تعرف. هضر معايا ما في تليفون تاع الفيكس في الدار في ذاك الوقت 97 لار، حاجه اللي ما كناش نستناوها من الدوله تاعنا هكذايا، كون ولادنا مفقودين ولا 16 سنه، دارت 20 سنه وهي واش ذنبها هذه الطفله؟ واش دارت هذه الطفله؟ واش دارت؟ حتى هو خاطي، حتى هو خاطي، ولا حاجه قد هكذا ما كانش عليهم. ونشكر جمعيه اس او اس ديسباري كانت واقفه معنا بزاف وتلمنا دائما، ما ممكن يكونوا كونوا في غبينا هكذا، بصح كي نتلاقاو وكذايا كي نشوفوا نتلاقاو مع بعضنا، هذه تحكي وهذه اخرى تبكي وخرى شغل، واللي ماتت واللي بزاف حضرنا بزاف اللي ماتوا وكذاك، وكي نتلاقاو شغل نحسوا روحتنا بلي مازلنا واقفين، مازلنا واقفين في هذا الجمعيه. والحمد لله يعني مشات معانا، جرات معانا، نكتبوا البريات، نوقفوا، عندنا دائما عندنا شغل لي سبار نجروا عليه على ولادنا. سيدة سعد الدين، راديو دي سون فوا، إذاعة من لا صوت لهم، هي صوت بنتك سعد الدين سامية. واش كي حابه توصل الميساج بالك في بلاصتها؟ انا حابين هذه الإذاعة هذه ان شاء الله واسي الصوت تاعنا يكون مسموع للسلطات المحلية ولا للدولة ولا البوتفليقة ولا أي واحد يكون عنده يد في هذا، إن شاء الله يبين الحقيقة تاع بنتي ويطلق سراحها إن شاء الله. إن شاء الله تبان إن شاء الله. سيد يعني أنت ما كي طالبة والو في هذه الدنيا، طالبة الحقيقة تاع بنتك تبان، الحقيقة تاع بنتي تبان، يطلقوها لي وخلاص. أنا ما نحاسب حتى واحد، ما عندي يد ما نحاسبهم، انا يعطوني بنتي وخلاص. الا رايحيه يطلقوها يعاونوني ان شاء الله كما نقولوا بوتفليقه ولا لي اي واحد راه مسؤول فيه ويسمح حد، يسمح حد النداء يوقف معنا ان شاء الله وبين حق ولادنا وربي يطلق سراحهم ان شاء الله. ان شاء الله مدام، ان شاء الله يبان الحق ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله يا رب. هذا واش انا نتمنى. سيسنا راهي تحكي غير في الفم برك هكذا برك، بصح واحد كي يقعد 20 سنه طلع نهار كامل والليل كامل، نهار كامل والليل كامل 20 سنه راهي غير في الفم سهله برك. ما احنا اللي تعذبنا 20 سنه وانا معذبه، 20 سنه وانا معذبه، امراض نتاع سيدي ربي كاع راهم فيا. ما ننساش الطيحه هذيك اللي طحتها، انا اللي حبط لي السكر ولا طونسيون حبطوا لي
20 سنة ماشي حاجة سهلة، وانا نستنى ونتمنى ان شاء الله تبان حقيقة بنتي قبل ما يتغمضوا عينيا، لخاطش بزاف عيينا وعانينا بزاف. لا مدام، ان شاء الله ما زالت البركة، وان شاء الله تعرفي الحقيقة. ان شاء الله هذا ما نتمنى، ونتمنى الحقيقة. عيينا 20 سنة ماشي حاجة سهلة، راني نكبر دوك هذيك، راني نكبر مانيش نصغر. المرض كاع على زاد كمل علينا خلاص. وانا وحده من الناس حيت ما نقدرش نجبر ديفو الكلام ننساه، الهضره ننساها، نحط الحاجه نحطها ننساها، نشعل الفرن ونخليه شاعل من ننساه. بالك هذا كامل متخمام، مازال كي ديما تخمي. نخمم كيفاش ما تخميش؟ كبدتك كبدتك راهي مجروحه، واش بيك؟ انا لي صومه تاعي تمحات غير من جل التخمام. ما نرقدش على بالك 24 ساعه ديفو عندي في الليل، بالك يا ربي نرقد واحد ساعه ساعه ولا ساعه ونص، شغل مقسومه بالعشر دقائق، وماشي كومبلي نرقد، ما نقدرش نرقد. فديفو كي نفطن زوج سوايع ثلاث سوايع اربع سوايع ما نزيدش نغمض عيني وما نزيدش نرقد. وانا طالبه من الدوله هذه ان شاء الله قبل ما تغمض عيني ان شاء الله الحقيقه تاع بنتي. هذا واش نقول لهم؟ يعطيك صحة مدام، اسمحي لنا على بالنا بلي هذا الجرح جامي يطفى. ما يطفى على بالنا مدام. كبرت اجيال وزوجت وزادوا عندي اولاد ولادي وبنات ولادي بناتي، بصح همي في قلبي وحده، ما يعلم به غير ربي برك. سامية توجور تقعد في القلب. وحنا نتمناو مدام الحقيقة تبان ان شاء الله عاجلا، وربي يطول ان شاء الله في طول في عمرك كما نقولوا حنا، ويعطيك الصحة. لا مدام ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله تبان الحقيقة. نشكرك مدام اللي لبيتي الدعوة تاعنا وجيتي وفتحتي لنا قلبك، يعطيك الصحة. الله يسلمك يا بنتي، يعطيك الصحة انتوما تانيك. ان شاء الله كنا دعوتنا راهي مستجابة، وإن شاء الله الميساج تاعنا يلحق للمسؤولين هذو، يحنوا قلوبهم إن شاء الله. وشعل الضوء إن شاء الله، ربي يضويها علينا ويضويها عليكم إن شاء الله. إن شاء الله مدام، إن شاء الله كما قلتي أنت شعل الضوء، هاي مالا بإذن الله حتبان الحقيقة إن شاء الله يا رب. هذا واش رانا نتمنى، وإحنا دولتنا ما عندنا، ما راح نحاسبوها ما راح نعاقبوها، المهم تعطينا الحقيقة تاع أولادنا وخلاص، ونقعدوا في ديارنا لي باش نهار من الاربعاء للاربعاء وحنا مرمدين في الزنق، وحنا في لي مارش والشتا فوقنا وكل حاجه. تعذبنا 20 سنه، ما نكذبش عليك، انا واحده من الناس تعذبت 20 سنه بزاف.